الإعلان شمل بعض الشروط. طبعاً لازم يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي، بشرط طبعاً أن هو يحصل على دبلومة تربوي. أن يكون من غير شغيل وظائف حكومية، تعاقد وتعيين، لأن إحنا شاهدنا في المسابقات القديمة اللي بيكون في بعض الزملاء متعاقدين في مؤسسات حكومية ويقدموا كمان على مسابقات الوزارات بتاعنا، فكان ده من ضمن الشروط اللي ما ينفعش أي حد تعيين أو تعاقد يقدم في هذه المسابقة. عشان ضمان الشفافية وعدم المحاباة وعدم استغلال النفوذ، حطينا شرط وده منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية والقانون والقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة، إن لازم المتقدم ما يكونش قريب سواء مصاهرة أو نسبا لأحد قيادات الوزارة أو الإدارة الشفافية الجمهورية أو الإدارة اللي تشرف على الوزارة. فأكشولي يديهم عددهم ويتراحوا يعني من 300 شخص. وهنا بنرد على الإشاعات اللي كانت طالعة بتقول إن أبناء المعلمين ما لهمش حق في تقديم المسابقة. لا، أبناء المعلمين كلهم والمليون و300 معلم لهم حق في تقديم المسابقة ما عدا الأخذين مناصب قضائية. يعني زي مدير الوزارة، مدير المديريات، مدير الإدارات التخطيط.